بطولات النصر ليش انها غير معترف بها؟ ليش؟ معترف بها من جانب النصراويين فقط، ويعرفونها النصراويين ومتمسكين فيها، لكن الاخرين ما يتمسكون فيها. ليش؟ لانها بطولات الدوري العام للمنطقه الوسطى بدات عام 1386 هجري واستمرت حتى عام 1392 93، يعني ثمان بطولات متتاليه على مستوى المنطقه الوسطى لم يفز بها غير النصر. من كان يلعب مع النصر؟ شو من كان يلعب؟ من كان يلعب في الوسطى مع النصر؟ يعني كان يلعب الهلال، كان الهلال والشباب والنجمه واهل الرياض. النصر خامسهم يعني؟ النصر الخامس. وثمان مواسم متتاليه؟ ثمان مواسم متتاليه، او خلينا نقول يعني موسم كلمه كبيره على خمسه، خلينا نقول ثمان نسخ في الدوري العام النصر ياخذه. ياخذ النصر، هو بطل الدوري العام للثمان مواسم المتتاليه هذه.